لمنتصف شعبان نكهة خاصة لا سيما في المدن الكبرى. في صيدا مثلا يبتاع المواطنون الجزرية أو ما يعرف بحلاوة النص. أما هنا في بيروت فعادات وتقاليد خاصة ونوعية الحلويات المسمات النص تختلف عن عاصمة الجنوب. هذه مجرد أعراف، والشرع أكيد راعى الأعراف ولم يحرمها أو يحاربها، بالعكس هذه من باب راحة الإنسان وعيشه السعيد في ظل هذه الشريعة، لا حرج فيها. هذا بمناسبة نص شعبين شبك معكم عوامات، هذه بتتاكل يعني أكثر شيء بهالموسم. تغلوا شيء ولا نفس السعر؟ سعرنا هو زيته بعده، وبعده الكيلو ب 12,000، ما غلينا. شو بتعمل بنص شعبين؟ بصوم. ليه؟ لأنه مشان الدين وهيك، وأصلا رمضان ما بقفي ولا يوم، كله بصومه. أيام جدودنا نص شعبين بده ياكلوا حلو مشبك وعوامات و شو اسمه؟ معكرون، مش معكرونة ليه؟ ايه احنا عاداتنا هون نص شعبان هي حلاوة ايام الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام. بتجتمع الناس وبيعملوا عند الكبير العائلة، يعني بياخذ لبيت اهله الواحد جمع حلو، بتجتمع العائلة وبعيدوا على بعض. اكثر شيء العوامة بتتاكل بنص شعبان، يعني غير ايام ما بتجي ببالكم مثلا؟ بتجي ببالنا بس مش كثير، اكثر شيء بنص شعبان هي. بلشتوا تحضروا لرمضان؟ ان شاء الله. كيف الاسعار شايفتيها؟ الحمد لله، يعني كل شيء له سعره حسب. في شيء بيزيد وشيء هذا يعني. كثيرون إذن يصومون يوم 15 من شعبان، ويعتبر الصوم فيه سنة مباركة وليس فرضا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أما بخصوص صيام هذا اليوم، هو في فضل في هذه الليلة، هذا الفضل ينسحب إلى النهار. وهناك كذلك يعني بعض الأحاديث ربما اجتماعها يؤكد على أن والله شرف الصوم في هذا اليوم. الاحتفال بالنصف من شعبان يختلف أيضا من دولة إلى أخرى، لكن الهدف واحد وهو جمعة العائلة والاستعداد للشهر المبارك. هي عادات يتوارثها الأبناء عن الأجداد، وهي مناسبة للقاء العائلة وبمثابة بروفا لرمضان. ربيع شنطف، تلفزيون مستقبل.